النهارده حقيقه وانا بتابع الصور بتاعه صلاه السيدات في مصلى السيدات في مسجد السيده زينب، كان مشهد يفرحك يبسطك. ليه؟ لانه هذا المشهد اللي حضراتكم هتشوفوه، هذه الصور يعني تقول لك انه الحياه. ورونا ورونا يا جماعه السيدات وهم بيصلوا في هذا المصلى كده، يقول لك انه الحياه بترجع تاني والناس متمسكة بحقها في الحياة. ده اهو الناس اهم في صور كتير، وفي صور لفتت انتباهي كمان اهو. يعني شوف هذه السيدة اللي موجودة، في سيدات جم من اماكن كتير، يعني في سيدة من الفيوم كانت يعني ندرت ان هي تيجي تصلي في السيدة زينب، من ارجاء كتيرة جدا. وعايز اقول لحضراتكم انه النهاردة لما اتفتح المصلى الستات زغرتت، وطبيعي يعني لانه المصريين بيعبروا عن فرحتهم بان هم بيزغرتوا. فهو هذا المشهد مشهد عظيم جدا. عندي ملاحظة قبل ما نشوف اهو، هي دي الصورة دي، افتح خليك الصورة دي، يعني اللي هو فعلا المصريين يا جماعة يستعينوا بربنا على كل حاجة. سيبك من التعقيدات بتاعت الأديان والفتاوى والشيوخ وإلى آخره، لا هو ده التعبير البسيط. الست اللي راحت ورفع ايديها للسماء يعني بتكلم مع ربنا من السيدة زين. لما الصور دي اتنشرت الحقيقة بعض الناس احتجت يقولك ازاي تصوروا الستات وهم بيصلوا. يا سلام، ازاي نصور الستات وهم بيصلوا؟ يا جماعة على فكرة يعني المرأة مش عورة، صوت المرأة مش عورة، خروج المرأة مش عورة، حركة المرأة مش عورة. يعني خلونا نخلص من هذه الأفكار البالية الحقيقة والتي ليست من الدين في شيء. أنا الحقيقة أشد على يد وزارة الأوقاف، وخلونا نسمع من الصديق العزيز الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، يعني إزاي تم ترتيب فتح مصلى السيدات واشتغلوا على ده إزاي. يا مولانا أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد، يا دكتور محمد، وبالساده المشاهدين، والف مبروك عوده برنامجك. ربنا يخليك. انا في النهار يا فندم. ربنا يخليك. قولي بقى، يعني حتى اللحظه اللي اتفتح فيها مصلى السيدات رتبتوا المساله ازاي ومشيت الحكايه ازاي؟ الحقيقه يا دكتور محمد، عوده مصلى السيدات كتجربه اولى تدريجيا في مسجد السيده زينب، وما رايناه اليوم وشاهدناه من السيدات وهن يقبلن على المسجد ويدخلن بالزغاريت دون ان يعبأن باي شيء، وكأن يعني تعبير فطري، فطري بسيط مصري، فطري بحت، ويعني بعيدا عن المزايدات، صوت المرأة عورة، صوت والنساء بمجرد ما فتح الباب وجدتهن يسجدن، يمكن لو سجلتها بعض الصور او اللقطات، يسجدن على الارض سجود شكر لله عز وجل. وكانه الماء يعني كانه كانوا في حرمان. صحيح. ودخلنا وهن بالزغاريت وبالافراح. وبعدين دول وبعدين دول يا مولانا دول محاسيب السيده. نعم نعم. يعني في منطقه دينيه تانية خالص. طبعا طبعا. انا وجدت عاطفه جارفه نحو بيوت الله عز وجل وال بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني يكفيهم هذا والله. أنا قلت المصريين يعني يجزئهم عاطفتهم الجياشة وحبهم لآل البيت ولبيوت الله عز وجل وإقبالهم الفطري العاطفي، حتى ولو كانوا لا يحسنوا بعض أمور من العبادات، أو يعني حتى يعني بأقل عبادة تجزئ معهم على كثرة حبهم لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مولانا، ما هو المصريين حسموا المسألة دي من زمان لما قال لك ربك رب قلوب. نعم، أي والله أحسنت. طبعا أخذنا الإجراءات الاحترازية، التباعد، سجادة، الكمامة، وجدنا الواعظات في منتهى التفاني والحب، وأحد الواعظات طبيبة كانت جايبة جهاز معها وبتكشف على سيداتهن، يعني داخل التطوع منها فطري دون أن تكلف بهذا العمل. جابت الجهاز بتاعها، مجرد ما كلفناها بأنها تكون موجودة في تغطية تأمين المكان وتنظيمه وترتيبه، تركت مكانها وجات وعملت هذا الإجراء الجيد. وجميع الواعظات كنا متفانيات بخدمة. طب التجربة دي يا فندم، التجربة دي إن شاء الله مبشرة إلى إن احنا يبقى في فتح مصلى السيدات قريبا إن شاء الله؟ احنا نتمنى فتح جميع المساجد، جمعة وجماعات،
رجال وسيدات، وكل الأمور تعود إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا. نتمنى ذلك، لأنه مش هنفضل نفتح تجريبي تجريبي، لكن نتمنى أن تزول هذه الغمة بالكلية وتعود جميع المساجد وتفتح من جديد وننسى هذه الكارثة. يعني نتمنى أن تمحى من الذاكرة مسألة كورونا وما تعرضنا لها من أذى وبعد عن بيوت الله عز وجل. نتمنى أن تمحى من الذاكرة تماما. أما الذي الأصوات التي تقول يعني كيف يطول. أيوة فندم، هسأل حضرتك بقى يعني من ناحية كمان بقى الشرعية، يعني أنا بتكلم من الناحية الإنسانية، أن الذين يصدعوننا بأنه إزاي تصلوا الستات يتصوروا وهم بيصلوا وإزاي وإزاي وإزاي. نعم. هل هناك ما يمنع في الشرع، في القرآن، في السنة، من هذا المشهد اللي حصل انه يتم تصوير السيدات هم بيصلوا؟ هل هناك ما يمنع؟ الصلاة فريضة والحج فريضة. وفي مهبط الوحي، في مهبط الوحي، الأرض التي مشى عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالتصوير فريضة الحج، سيدات ورجال ونساء وتزاحم واختلاط، وكل واحد في هذه الأماكن يلهج بلسان الدعاء إلى الله عز وجل والإقبال عليه، لا يفكر ما يفكر فيه هؤلاء الذين يعني تغلب عليهم الشهوة ويغلب عليهم التفكير. لا والله، ويغلب عليهم، معلش في التعبير، يغلب عليهم قلة الذوق يعني. نعم، يعني هذه مسألة صلاة مثل العبادة مثل الحج. لو عندما تطوف المرأة بالكعبة، وعندما تسعى بين الصفا والمروة، عندما ترمل الحجيج يرملون، أليس هذا بيكون عبر مشاكل التلفزة والهواء والصور والتصوير؟ صحيح. وهذا هذه بتلك صحيح. مسألة ليست يعني فيها أي إجراء، لكن نحن نريد أن ننقل، يعني كاميرات حضرتك كانت موجودة وكاميرات جميع وسائل الإعلام كانت موجودة، لتنقل الحس الإيماني والديني والإقبال على. وبعدين السيدات دول مش رايحين يراقوا ربنا، ولا رايحين ينافقوا ربنا، ولا رايحين يستعرضوا بعبادتهم لربنا، دول رايحين يصلوا، لكن انت بتنقل حدث فعلا مهم بعد ما المساجد اتقفلت بترجع تفتح تاني. انا بشكرك جدا، بشكرك جدا مولانا دكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.